مكملين الفحص الكيميائي للبول، اتكلمنا عن الكثافة النوعية والبي اتش، اتكلمنا عن الاستريسيز والنيترايت، اتكلمنا عن خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والمايوجلوبين، اتكلمنا عن السكر، دلوقتي هنتكلم عن الكيتونز. يلا بينا. كيتون او الاسيتون ومسمياته في الريبورت كيتونز كيتون بوديز اسيتو اسيتيت اسيتون، ومش بحب اسيتون دي، هقولك ليه بعدين. الاجسام الكيتونية اللي بتنزل البول يا صديقي ثلاثة: الاسيتون، الاسيتو اسيتيت، البيتا هيدروكسيبيوتيريك اسيد. في الكبد او الكلى جسمنا بيكسر الاحماض الدهنية علشان ينتج طاقة، عملية اسمها فاتي اسيدز ميتابوليزم. دي بينتج عنها طاقة، ولكن بينتج عنها برضو مواد مش بنحبها اسمها كيتونات او اجسام كيتونية او احماض كيتونية بنسب بسيطة جدا في الدم، وعلشان احنا مش بنحبها فجسمنا بينزلها في البول. ايوة، بنسب بسيطة قوي، يعني موجودة في الدم والبول بنسب متناهية الصغر، يعني تقدر تقول وانت مطمن ان الطبيعي انها في البول سلبي نيل مفيش. طرق قياس الكيتونات في البول أعرف منهم أربعة: الشريط، روثيرا، جيرهارد، أسيتست. نبدأ بطريقة الشريط الدبستيك. كالعادة هعمل ميكس لعينتي البول بتاعتي واغمس الشريط ثانية واطلع واستنى واقرأ النتيجة. ده التفاعل بتاعي وبينتج عنه لون بنفسجي، وبنقرأ النتيجة خلال دقيقة. التقديرات بتاعتي كالآتي: هلاقي خمس تقديرات. التقدير الأول وده لونه أبيض مطفي، يعني سلبي نل مفيش، يعني الكيتون من نص الواحد من الجرام على الديسيليتر. أول إيجابي معانا وهو بوزيتيف بلس واحد، ده هنا بقى فيه كيتونيوريا وده لونه بنفسجي فاتح، يعني إيجابي الكيتون من 1 لـ9 ملي جرام على ديسيليتر. تاني تقدير إيجابي بوزيتيف بلس 2 وده لونه بنفسجي، يعني فيه كيتونز من 9 لـ19 ملي جرام على ديسيليتر. التقدير اللي بعد كده بوزيتيف بلس 3، وهنا عندي سيفير كيتونيوريا وده لونه بنفسجي غامق، يعني إيجابي الكيتون عندي من 19 لـ54 ملي جرام على ديسيليتر. اعلى تقدير وهو بوزيتيف بلس 4، هنا سيفير كيتونيوريا وده لونه بنفسجي غامق جدا جدا جدا، تقريبا فوق 100 ملي جرام على ديسيليتر. طيب تعال نقول امتى الكيتونز الاقيها في البول والشريط يعطيني ايجابي. بشرحها بقالي سنين كده، احفظها في دماغك بالطريقة دي. عندي سببين: اما بسبب مرض السكر وهسميها ديابيتك كيتونيوريا، وهوضحها لك ببساطة، ده الدم ودي الخلايا. السكر عالي في الدم، عالي عالي عالي، مش عارف يدخل جوه الخلايا. في عندي مصيبتين: المصيبة الاولى ارتفاع السكر في الدم الهايبرجليسيميا، هنحاول نحلها ونوقع وننزل السكر العالي ده في البول واعمل جلوكوز يوريا. طيب يا شاطر هتعمل ايه في المصيبة التانية؟ الخلايا بتصوت وجعانة عايزة سكر علشان تكسره وتطلع طاقة. سبحان الله، السكر قدامها بره في الدم ومش عارفة لا تاخده ولا السكر عارف يدخل لها. طيب الحل ايه؟ ايه ده في شوية دهون همت، اما اكسرهم واخد منهم طاقة. وفعلا يحصل فاتي اسيدز ميتابوليزم والجسم يكسر الدهون دي ونحصل على طاقة، والحمد لله الطاقة تعم الخلية. بس في مصيبة جت فوق دماغنا. ايه بس؟ نتج عن العملية دي مواد اسمها كيتونات، ودي كارثة، ابتدت ترتفع في الدم وعملت حاجة اسمها كيتوسيز او كيتونيميا. يا ساتر يا رب، ودي احماض، يعني هتعمل اسيدوسيز حمضية في الدم، هتخلي الدم حمضي. يا دي النيلة. طيب نتصرف ازاي؟ هنرميها في البول فيحصل كيتونيوريا، وعلشان سببها في الاصل مرض السكر سميناها ديابيتك كيتونيوريا. انا ماشي معاك خطوة خطوة، وعلشان عندي هايبرجليسيميا وكيتوسيز او كيتو اسيدوسيز وجلوكوزيوريا وكيتونيوريا، بيسموا الحالة دي DKA Diabetic Ketoacidosis، حالة خطر ومحتاجة عناية فورا. السبب الثاني يا صديقي لنزول الكيتونز في البول اي سبب مش متعلق بمرض السكر بقى، بيسموها Non-Diabetic Ketonuria، يعني ما فيه سكر في البول لكن فيه كيتونز في البول.
زي الأسباب اللي هقولها لك دي، مفيش سكر جوه الخلايا فتضطر إن هي تكسر الدهون علشان تحصل على طاقة، واحد بيعمل ريجيم، واحد في مجاعة، واحد صايم بقاله فترة طويلة، وفي عندي أسباب مشهورة زي الترجيع الشديد أثناء الحمل والجفاف مثلا بسبب إسهال أو ترجيع، وأسباب تانية كتيرة زي كل دول ركز فيها براحتك. هينزلوا لي أجسام كيتونية في البول لكن مفيش سكر في البول، مش متعلقين بمرض السكر. فنيات حصري على قناة موسليم. الدكاترة بتركز مع الكيتونز في البول في حالتين، الحالة الأولى مع الحوامل، أيوة دكاترة النساء، لأن أثناء الحمل وبسبب الترجيع المستمر الكشف المبكر عن الكيتونز مهم جدا، لأن الحمضية الكيتونية الكيتو أسيدوسس في الدم ممكن تموت الجنين بالرحم. الحالة الثانية مع مرضى السكر، أيوة دكاترة السكر، لأن اللي سكر الدم بتاعه بيتجاوز ويعدي 300 وعنده سكر في البول ممكن يدخل في DKA، وهنا الكيتونز في البول مهمة جدا للتفرقة ما بين الديابيتيك كوما بلاقي كيتونز في البول وما بين الانسولين شوك ما بلاقيش كيتونز في البول. الكيتونات اللي بتنزل في البول يا صديقي اغلبها البيتا هيدروكسيبيوتيريك اسيد، وبعد كده الاسيتو اسيتيت، وبعد كده الاسيتون. يعني الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدروكسيبيوتيريك اسيد بينزلوا اكتر من اخوهم الثالث اللي هو الاسيتون، لان اغلب الاسيتون بيطير عن طريق الرئتين، لكن الشريط حساس اكتر للاسيتو اسيتيت عن حساسيته للاسيتون والبيتا هيدروكسي. نيجي لفقرة الروابط، عايزك تربط بنود التقرير ببعضها، عايزك تربط ما بين الكيتونز وما بين السكر. كيتون ايجابي عندي كيتونيوريا، وسكر ايجابي عندي جلوكوزيوريا، خلاص دي حالة DKA، وبسرعة سلم نتيجتك وخليه يتوجه لطبيبه او عناية حالا. طيب حالة الكيتون سلبي بس فيه سكر، ده مريض سكر وملبخ سكره فعلا، بس لسه الخلايا ما وصلتش لمرحلة انها تكسر دهون وتنزل كيتونز. طيب حالة عندها كيتونز في البول، كيتونيوريا، لكن السكر مفيش، هنا اي سبب بقى من النون دايابيتيك كيتونيوريا اللي اتكلمنا عليها من شوية. نيجي لفقرة النتائج الكاذبة، فولس ريزلت، اسباب الايجابي الكاذب ادويه زي دي او البول كان متلون بشده، وهنا هلجأ للطرق التاكيديه. اما اسباب السلب الكاذب الفولس نيجاتيف، ممكن يكون الشريط منتهي الصلاحيه، او العينه فضلت وقت كتير وكانت مكشوفه فالاحماض دي طارت، او البكتيريا هدمتها، او العينه كان فيها مواد زي دي اثرت في الكيتونز. ندخل للطرق التأكيدية، طريقة روثيرا نيتروبروسايد ميثود أو بيسموها كلاسيك نيتروبروسايد رياكشن، بتعتمد على الكشف على الأسيتو أسيتيت والأسيتون. الاختبار ده يا شباب حساسيته اعلى 20 مرة للأسيتو أسيتيت عن الأسيتون. دي فكرة التفاعل ببساطة، وهيتكون عندي لون بنفسجي. الطريقة كالآتي، بنجيب أنبوبة اختبار فيها 5 ملي بول، هنضيف عليهم ونشبعه بالأمونيوم صلفيت لغاية ما يتشبع خالص، هنضيف كريستالية صغيرة من الصوديوم نيتروبروسايد ونعمل ميكس كويس كويس كويس، ببطء كده هنمزج الخليط بشكل دائري لحد ما يتكون طبقة بنفسجية. لو اتكونت فعلا حلقة بنفسجية عند التقاء السائلين هنا يبقى ايجابي في كيتونز، لو ما تكونتش حلقة بنفسجية يبقى سلبي. خد بالك في عندي ايجابي كاذب للطريقة دي بسبب مواد زي دي او حالة زي دي. نيجي للطريقة الثالثة وهي طريقة قرص الأسيتست، هي نفس الطريقة اللي فاتت بس مش محلول بقى، هي على هيئة قرص فيه صوديوم نيتروبروسايد وجليسرين والكالين بافر. والله لو القرص تلون للبنفسجي يبقى إيجابي، وبتديني نسبة، يعني عندي تدريج هنلاقي لوحة إرشادية عليها ألوان متعددة نقارن ونشوف أقرب لون للون القرص. على فكرة طريقة القرص دي أكثر حساسية وأفضل من طريقة الشريط. الطريقة الأخيرة طريقة جيرهارد بيسموها فيريك كلورايد تيست، الطريقة دي بتقيس فقط الأسيتو أسيتيت. الخطوات ببساطة، هنضيف محلول 10% كلوريد الحديد للبول، لو إيجابي هيعطي اللون الأحمر أو البنفسجي، وخد بالك الأدوية دي ممكن تديني إيجابي كاذب في الطريقة دي. بس خلاص اتكلمنا عن الكيتونز كلها في حلقة واحدة، استناني في الحلقات اللي جاية نكمل الفحص الكيميائي.